لهؤلاء الأطفال الأيتام أقيمت فعالية رمضانك معهم، والتي تضمنت إفطارا رمضانيا مع الأيتام في مدينة غازي عنتاب التركية. نظم الفعالية هيئة أنصر وفرقا شباب الوفا وأراك التطوعيان وجمعية الشام للأيتام، حيث قدم المنظمون بطاقات إفطار للضيوف الحاضرين مع أحد الأيتام والتشارك معه في سفرة طعام واحدة لمساعدتهم على تجاوز محنتهم ودمجهم بمحيطهم. الفعالية رمضانك معهم كانت فكرتها لإدخال البسمة والفرحة على شفاه أطفالنا الأيتام من الأيتام السوريين الموجودين في غازي عنتاب. طبعا الفعالية استهدفت 400 يتيم. الفكرة من كل الإفطار هي أنه ليست إفطار عادي، إنما كانت إفطار له نكهة خاصة نحن بالنسبة لنا كأشخاص متطوعين. أنت بتجي كشخص بتدفع عنك وبتدفع عن اليتيم، يعني أنت هم عم تفطر لك وهم عم تفطر اليتيم. ساعتان كانتا مليئتان بنشاطات أدخلت السرور إلى قلوب الأيتام وعموم الحاضرين. قدم المشاركون فيها أناشيد ورقصات ومقاطع تمثيلية مسرحية، وساهمت عدد من دور الأيتام الموجودة في عنتاب بفعاليات الإفطار الرمضاني وتقديم الأناشيد وتكريم الجهات المشاركة. الفعالية كتير كانت حلوة وكتير كانت ناجحة، لأني هالأطفال اليتامى ما زنبون يكونوا يتامى، والحرب أصلاً ما نزنبون، ما زنبون أبداً يكونوا بلا أم وبلا أب. هون الكل تبادل الأحاسيس، وعن جد كان شيء كتير منيح، لأني تفرجتهم أنتم من حقكم تضحكوا، من حقكم تغنوا، من حقكم تكونوا إنسان، من حقكم تكونوا كل شيء. فلهيك كتير أنا انبسطت بهيدي الفعالية. شارك في الفعالية منشدون بأهازيج وابتهالات إيمانية امتزجت مع روحانيات اللحظات الأولى للإفطار في الشهر الكريم، سعياً من المنظمين لمساعدة الأيتام وتكريم العاملين على مساعدتهم.